أهلاً وسهلاً بكم على متن طائرة برنامج سفراء الأرز، رحلات أسبوعية متواصلة من لبنان إلى جميع بلدان الانتشار. هدف البرنامج تعزيز التواصل بين اللبناني المغترب واللبناني المقيم، التشجيع على استعادة الجنسية اللبنانية، تحفيز المغتربين على الاستثمار في لبنان وزيارة بلدهم الأم على الأقل مرة سنوياً. قصص نجاح سطرها لبنانيون في جميع أنحاء العالم. الرجاء ربط الأحزمة، الطائرة ستقلع بحثاً عن سفراء الأرز. سفراء الأرز قريباً على الـ MTV.